البرية في صحراء الجزائر مشاهد تعرض لأول مرة، حيوانات يظن علماء العالم أنها منقرضة. حياة البرية في الصحراء الجزائرية، فيلم وثائقي بلمسة جزائرية ينقلك بزوايا تصوير استثنائية وجودة غير مسبوقة إلى عالم لم يسبق وأن وثقت يومياته عدسات الكاميرا. هي مقتطفات من فيلم الأرض المفقودة لمبدع جزائري اتخذ من عدسة كاميرته دعامة لتصوير كل ما هو جميل ومفقود في صحراء الجزائر، وبطريقة إخراجية إبداعية. العديد من المفاجآت يخفيها فيلم الأرض المفقودة، وبعد أكثر من 3 سنوات من التصوير في البرية، هذا الفيلم توصل إلى اكتشاف عدة حقائق في الصحراء الجزائرية، وعلى رأسها اكتشاف وحش بري ظن العالم أنه انقرض منذ نصف قرن من الزمن، لكنه ما زال يعيش في الجزائر. سيسبانس كبير حول تاريخ عرض الوثائقي الذي سيكون تذكرة سفر للصحراء الجزائرية.